رجعنا من جديد سبيرميكس الجزء الثاني من الحصة متاعنا اليوم. باش نحكيو على تصريحات قيس اليعقوبي مدرب المنتخب الوطني التونسي اللي أثرت جدل كبيرة في المغرب والجزائر، خاصة المتعلقة بدفع بالاتهام والاتحاد الجزائري وكذلك الاتحاد المغربي بدفع أموال اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة من أجل اختيار البلدان هذا من الجزائر والمغرب. برشا بوليميك صارت خاصة في الجزائر، حكيت عليها حتى الصحافة العالمية رمسي كذلك حكيت على الموضوع. احنا باش ناخذ ردود الافعال في الجزائر كيفاش كانت. معنا صديقنا وزميلنا الاعلامي الجزائري كمال بوزار من قناة الجزائر الدولية. كمال اهلا بك. صباح الخير الاخي اسلام لك ولضيوفك الكرام ولكل مستمعينا الاشقاء في تونس. شكرا لك كمال. برشا جدل أثرت تصريحات مدرب المنتخب التونسي قيس اليعقوبي بخصوص الموضوع هذا، خلينا نفهموا علاش كبرت الحكاية أكثر من لازم وإلا هي كبيرة بطبيعتها، خلينا نفهموا من عندك الساعة. والله بالفعل يعني قبل ذلك يجب أن نشيد بال يعني العلاقة الطيبة التي تربط الجزائر وتونس في مجال الرياضة على وجه الخصوص وفي كل مجالات الحياة، في المجالات السياسية الرياضية الاقتصادية وفي كل المجالات. بالنسبة لتصريحات قيس اليعقوبي هي بالفعل أثارت جدلا كبيرا هنا في الجزائر، خاصة بعد ربما سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها المنتخب الجزائري في الأونة الأخيرة مع المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، ومن جهة أخرى ربما السياق الذي تحدث فيه مدرب منتخب تونس قيس اليعقوبي جاء بعد الهزيمة التي المفاجئة التي سجلها منتخب تونس أمام غامبيا بنتيجة هدف دون رد. ربما البعض فسرها بأنها محاولة لتبرير إخفاقه، هذه نقطة. بالنسبة للمدرب قيس اليعقوبي كان له مرور هنا في البطولة الجزائرية، مرور قصير تقريبا بضعة أشهر في شبيبة الثورة الجزائري وكذلك في شباب قسنطينة النادي الرياضي القسنطيني، لم يشتغل تقريبا سوى 24 ساعة قبل أن تحصل يعني بعض يعني خلاف بينه وبين إدارة النادي الرياضي القسنطيني، من ثم لجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية ثم استلم أمواله. بالنسبة لتصريحاته قال بأن هناك بعض اللاعبين المغتربين جزائريين كريان شرقي وكذلك هو ريان شرقي، باش نكونوا واضحين مازال ما اختارش الجزائر بالفعل. يعني شرقي لم يفصل بعد في مستقبله الكروي. أمين غويري هو حاليا في صفوف منتخب الجزائر. ربما يعني تصريحات يجب أن يرفقها بدليل، هذا من جهة، لكن بصفتي صحفي جزائري أغلب اللاعبين الجزائريين الذين المغتربين بين قوسين الذين يختارون اللعب للجزائر لا يساومون الجزائر، هذه نقطة. صحيح أنهم يفاوضون الاتحاد الجزائري لكرة القدم لكن ليس على الأمور المادية. سأعطيك مثالا، سأعطيك أنا مثال كمال. قبل في تونس تحكي برشا على ملف سفير تايدر، اللاعب نعرفه شقيق نبيل تايدر كان يلعب مع المنتخب التونسي في الوقت، صار برشا كلام حتى انه سفير اختار الجزائر بعد ما تلقى اغراءات ماليه من رئيس سابق للاتحاد الجزائري محمد رودا وقتها. بالفعل راح نعطيك مثال يعني بالنسبه كيف تسير الامور في الاتحاديه الجزائريه والرئيس السابق محمد رودا والرئيس الحالي وليد صادي. بالنسبه في الفترة الحالية أغلب اللاعبين الذين يأتون إلى الجزائر، أنتم لاحظتم بأن أغلب اللاعبين الذين يتوفدون إلى صفوف الجزائر تقريبا صغار، يعني لاعبون أقل من 18 سنة 19 سنة على غرار ببردين بوعناني عفوا لاعب 18 سنة، أمين شياخة آخرهم زاد، أمين شياخة 18 سنة، لاعبون شباب يعني لاعبون من فئة أقل من 19 سنة، كيف يتم التفاوض معهم؟ يعني التفاوض معهم يأتي على أساس أنه يتلقون ضمانات من أجل اللاعب في المنتخب الأول، هذا الشيء الذي ضمننا من خلاله المنتخب الجزائري ضمن من خلاله خدمات إبراهيم مازا. نفس الشيء حصل مع إسماعيل بن نصر في وقت مضى. لماذا اختار الجزائر على حساب المغرب؟ لأنه هو كان بإمكانه اللعب للمنتخب المغربي وقالها بالفلم المليان أنه اختار الجزائر لأنه عرض الجزائر وعرض الاتحاد الجزائري بقيادة محمد رورا وقتها كان الأفضل،
لأنه وعده باللعب لصفوف منتخب الجزائر وحصل ما حصل، فاز مع منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا وهو شاب يافع، ونال جائزة أفضل لاعب شاب في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019. نفس الشيء حصل مع إبراهيم مازا، نفس الشيء مع بدر الدين بوعناني وبقية اللاعبين الذين يتوفدون إلى صفوف المنتخب. في وقت سابق كذلك رئيس الاتحاد الجزائري كيف كان يفوض اللاعبين الجزائريين؟ هناك صحيح ومضات إشهارية، يعني في هناك عائدات من الومضات الإشهارية التي يقوم بتصويرها اللاعبون مع متعاملي الهاتف النقل، مع فما فلوس يعني فما فلوس أكيد، وهذا هو واقع الكرة العالمية ليس فقط في الجزائر وفي تونس وفي المغرب، يعني في هناك لا في تونس يبدو لي ليه ما ياخذوش اللاعبين أموال. نتصور في 2012 صار مشكل بين يوسف المساكني وديع الجيري على حكاية من النوع هذا، ظهر يطلب يوسف وقتها يعملوا في إشهار من غير ما نسميه شنية المعركة، طلب يوسف المساكني فلوس، صارت مشكلة وخرج حتى من التربص متاع المنتخب التونسي لأنه الجامعة تحتفظ بالأموال نفسها، ما تعطيش اللاعبين فلوس في الحاجات هذه. تفضل كمال. أوكي، الاتحاد الجزائري لكرة القدم لا يمنح أموالا للاعبين الجزائريين. أضعف الإيمان عندما يأتي لاعب إلى الجزائر، نتكلم على وجه الخصوص في عهد الرئيس الاتحاد الجزائري السابق محمد الروراوة، كانوا اللاعبون يتوفدون إلى الجزائر أقل شيء يتلقون أموالا من خلال ومضات إشهارية لا أكثر ولا أقل، ليس هناك امتيازات ضخمة أو خيالية أو أي شيء من هذا. هذا اللي يقصده هو مدرب الحراس اللي حكى عليه قيس العقوب اللي حكى له الموضوع هذا، ويبدو لي أنه خرج ونفيه لما حاله. نعم بالفعل هو خرج ونفيه، يتعلق الأمر بالحاجي الذي اشتغل في وقت مضى في شبيبة الثورة، وهو الذي اشتغل مع قيس العقوبي. نفى في تصريح لجريدة الخبر، قال بأنه لم يفتح الموضوع بتاتا مع المدرب قيس اليعقوبي، وحتى يعني في هناك تصريحات كذلك من الصحفي الفرنكو الجزائري نبيل جليط الذي يشتغل في فرنسا، قال بأنه صحيفة ليكيب نعم الفرنسية، قال بأنه التصريحات يجب أن ترفق بدليل، وكذلك يعني اعتبرها تبريرا لإخفاقه في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الغامبي. نحن بصفتنا يعني صحفيين جزائريين نتمنى كل التوفيق بطبيعه الحال للمنتخب التونسي. اما اخويا اسمعني اللاعب السابق في النجم الساحلي مروان تاجي حبيت يتفاعل معك كمال. مرحبا بك كمال خويا. اما جوست بركة حاجه بركة اخويا، احنا راه المدرب نتاعنا التونسي اليوم، انت اليوم باش قلت معناتها باش يبرر على خسارته كونتر غامبيا، اليوم الممرن نتاعنا قيس اليعقوب اليوم ما تقدم الواجب نتاعو للمنتخب اللي هو رشحنا لكان المغرب، ما حتى شو في قيمته، معناتها المباراه هذيا ماهيش حاجه كبيره احنا نغزلوها، احنا يهمنا المنتخب اللي هو ترشح. اي مروان هو نقل ردود الافعال في الجزائر، قال لك يحب يغطي على الهزيمه اللي صارت مع جامبيا. ماهيش يغطي، هو جاي على زوز مباريات عمل لي عليه رشحنا لكان المغرب، معناتها ماهيش مهمته هذيا، معناتها كان جاي الربح مع جامبيا ما جاش بارك الله فيه، نتشرفوا كمدرب عنا تونسي. هذا في رايك انت اي بيسور، هو خاطر قالك يبرر بالخساره ليه خويا، احنا اليوم شرفنا اللي هزنا لكان المغرب، فهمت خويا الغالي، وما فيها باس حتى كي نحكيو على ملعبي اليوم عنا ازمه نتاع ملعبي، انت كنت تذكر ايش كنتوا حبيتونا تعملونا ليس العيدوني، من خرجنا وحكينا وتغششنا من اليوم، احنا جيران نحبوا بعضنا ديما تقعد علاقتنا باهيه. اي مدرب ما تنحكيو هو ما كانش باش يفكونا العيدوني قبل، هو قيس يعقوبي نورمال تصريح ما فيهاش غش ما بينات اخويا معناتها بلدان المفروض ما كانش يجبد ما يسمي معناتها بلدان اخرى شقيقه معناها خاصة اذا كان معلومه ما هي ثابته نورمال اسلام النجم نجيبهم لعبيه وخويات نحن اليوم عندنا ازمه نتاع لعبيه خي واش قال باش نعملوا لها قاوق هكا قبل ما كانش حابين نحيونا العيدوني خرجنا نحن وحكينا ساريف زوز الشقة بلدان والملاعبك يبدأ غاديك معناتها اليوم انتم عندكم ملاعبية قادرة تلعب في المنتخب الجزائري توا ما هو نورمال ينجم حتى اليوم حتى ينجم ينجح معنا حتى ملاعبية نتاعكم ونحن تعرف علاقتنا بيا معك ينجم يجينا ملاعبي من عندكم انتم ينجم ينجح معنا وما ينجحش معاكم معناتها التصريح قيس العقوب يقول غالي ما فيهاش حتى معناتها غش اسمعني حبيبي ليس هناك اي غش هنا في الجزائر لكن انا تكلمت على السياق
يعني التصريحات التي ادلى بها هي تصريحات مباراه خلي كامل احنا مترشحين وفرحانين في تونس بقيس يعقوب مش الناس الكل فرحانين زاد برشا يقول لك مش انجاز انك ترشحت لكاس فريق الحمد لله بالظروف اللي عندنا الحمد لله انجاز خلي كامل كامل تفضل صح هو المنتخب التونسي اكبر من ان يفرح بتاهله الى كاس امم افريقيا احنا نفرحوا له بالتتويج بكاس امم افريقيا لانه منتخب كبير في افريقيا هذه واحده وحاجه ثانيه يعني تصريحاته ادلى بها في سياق يعني بعد الخساره بعد الهزيمه هذه حاجه اثنين في وقت المنتخب الجزائري يحقق نتائج طيبه يعني انا نقول لك الانعكاسات التصريحات التي ادلى بها قيس اليعقوبي مباشره بعد التصريحات يعني بعد المؤتمر الصحفي كيف شاهد المنتخب والشعب الجزائري التصريحات وكيف فهمها وكيف اولها لكن الحمد لله يعني الامور سمن على عسل يعني العلاقه طيبه لا يشق لها غبار مثل ما يقال واضح هذه نقطه فهمتني تفضل كمل وانا نبصم لك بانه ليس هناك امتيازات او رواتب خياليه يتقاضاها اللاعبون عند مجيئهم لتدعيم المنتخب الجزائري تكلمت لك على لوكا تاع ابراهيم مازا جاء من هيرتا برلين صحيح انه كان يلعب في الفئات العمريه تاع منتخب المانيا لكن في نهايه المطاف اختار الجزائر هو كان في هناك قرار من اجل اللعب للمنتخب الاول وليس في صفوف منتخب اقل من 19 سنه نفس الشيء مع ابراهيم شياقه مع امين شياقه وكذلك اللاعبين على غرار بدر الدين بوعنان واضح يعطيك الصحه شكرا لك كامل على